السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة واستمرار ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر ضد المدنيين في القطاع بالتزامن مع غياب بوادر الحل أو الوصول لهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال قبيل قدوم شهر رمضان المبارك. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الدوحة رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج السيد معتز المسلوخي، وعبر الهاتف من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني سيد عبد السلام عواد، وعبر الهاتف من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس السيدة رتيبة النتشة. إذن فاصل قصير ثم نبدأ التغطية، كونوا معنا. إذن نبدأ هذه التغطية مشاهدينا الكرام، وأبدأ بالسيد معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ينضم معنا من قطر. إلى أي مدى أستاذ معتز يمكن إخلاء المسؤولية الأمريكية عن الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ضد الأهالي، ضد المدنيين؟ نعم، أسعد الله أسعدكم. بكل الأحوال لا يجوز إخلاء مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حسب القانون الدولي وحسب اتفاقية مجال الإبادة الجماعية والمعاقب عليها المادة الثانية والمادة الثالثة، وأيضا حسب المادة الأساسية من نظام روما الأساسي والمادة 25 الولايات المتحدة هي شريك أساسي في الإبادة الجماعية، وهي باشرت كل أفعال أو الأفعال الجرمية التي تؤكد شراكتها، سواء كان من خلال تزويد الكيان الصهيوني خلال الإبادة الجماعية بالأسلحة، أكثر من 300 طائرة هبطت في سر جوي كان من الأسلحة، أيضا مشاركتها بالجنود على الأرض في بداية الإبادة الجماعية، وأيضا مشاركتها في غرفة عمليات، وأيضا مشاركتها الأهم ربما اللي كان لها الأثر الأكبر هي الغطاء السياسي، الغطاء السياسي اللي توج أمس. يعني أمس كان في تصريح للرئيس بايدن قال لا يوجد خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل، سنستمر في دعم إسرائيل ومساندتها في حربها ضد حماس، هكذا صرح الرئيس بايدن. اذا الغطاء السياسي الذي تمثل ايضا في استخدام حق النقد الفيتو 3 مرات خلال ال5 شهور الماضيه يؤكد على ان الولايات المتحده هي فاعل اساسي وشريك رئيسي، وربما هي اكثر من شريك، هي فاعل اساسي للجريمه الاباده الجماعيه، وبالتالي لا يوجد باي مجال باي حال الاحوال يمكن اعفاءها من المسؤوليه او اخلاء مسؤوليتها، هذا امر ثابت وسيكون له ما بعده، يعني حتى في اطار التوصيفات القانونيه، وراينا في بعض الدول استراليا مثلا تمت قام مجموعه من المحامين باحاله رئيس الحكومه او مطالبه رئيس الحكومه بشكوى ضده في يخص الاباده الجماعيه، وحصلت ايضا في دول اخرى وستحصل ايضا ضد الولايات المتحده مستقبلا، لانه هذه الجرائم دوليه لا تسقط بالتقاضي. طيب نعم، ابقوا معي استاذ معتز المسلوخي، سوف اعود اليك مره اخرى. ارحب مره اخرى بعضوه هيئه العمل الوطني في مدينه القدس السيده رتيبه النتشه تنضم معنا من القدس. استاذ رتيبه، يعني بايدن قال انه لن يتخلى عن اسرائيل، ولكن بنفس الوقت نتنياهو يضرها أكثر، يا ترى ما الذي نفهمه من خلال هذا التصريح؟ يعني واضح جدا أن إسرائيل هي أحد المشاريع الأمريكية التي قامت بها بعد الحرب العالمية لتجسيد وجود استعماري جديد ودولة وظيفية جديدة لحراسة يعني المصالح الاستعمارية في الشرق الأوسط، وبالتالي هو يدعم إسرائيل ويدعم وجود إسرائيل باعتبار أن وجود إسرائيل كما قال بايدن في بداية هذه الحرب مسألة أمن قومي أمريكية، وبالتالي هو لا يستطيع التخلي عن إسرائيل أو هز صورة إسرائيل كقوة رادعة في الشرق الأوسط وراعية لهذه المصالح. من جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية تريد اللعب بحكمة لمصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط وعدم تهديد هذه المصالح أو فتح
المجال أمام القوى الصاعدة الأخرى لأخذ ولعب الدور في الشرق الأوسط من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية اللامتناهي لإسرائيل. وبالتالي هو يريد أن يضع قواعد جديدة وشكل يمكن تسويقه لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين وضد الشعب الفلسطيني، سواء كان في قطاع غزة وبشكل مباشر أو حتى ما تقوم به من عمليات عسكرية وأعمال تهجير ناعمة في الضفة الغربية وفي القدس. بالتالي نقطة الخلافية ليست على جوهر الحرب التي تقوم بها إسرائيل، ولا يوجد هنالك نقاط جوهرية في عدم دعم استمرارية هذه الحرب. وكانت الإدارة الأمريكية واضحة بأنها لا تتحدث عن وقف العمليات العسكرية أو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، هي تتحدث الآن فقط عن هدن. وبالتالي عندما يتحدث أن نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما يفيده، هو يلمح بأن السياسة الظاهرة والخطاب الظاهر لإسرائيل لربما بحاجة إلى تجميل أكثر حتى يستطيع خداع العالم أو تبرير للعالم ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة. ونحن نعلم أن أصلاً الفكر الصهيوني وإسرائيل قائم على أساس فكر التهجير الجماعي والإبادة للشعب الفلسطيني، ولكن هو لا يريد هذه الصورة الإنسانية الصارخة التي استنهضت ضمائر العديدين في العالم ضد ما يحدث في فلسطين. إذا كان البعض من الشعوب والبعض من الدول، حتى البعض من الحكومات، من يرى أن إسرائيل دولة إنسانية وتحترم حقوق الإنسان، إذا كان هذا الأمر يعني عبر التاريخ قد محي جزء منه بسبب الإعلام ووسائل الإعلام الغربي، الآن وخلال هذه الحرب التي شنخ الاحتلال على الأهالي والمدنيين، فضحت إسرائيل فضيحة كبيرة جدا جدا أمام هذه الأجيال التي شهدت المجازر بأم أعينها، ولا داعي للرجوع لمن كان يعني يدعي المظلومية وأنه صنع من شحمه صابون في أيام هتلر. الآن هم يرتكبون مجازر فظيعة فظيعة في ضد المدنيين وأمام أنظار العالم. لا أعتقد أن هناك من يعني يرى في إسرائيل دولة تمتلك ذرة من الإنسانية بعد هذه الحرب. اسمحي لي أستاذ رتيبة أن أنتقل إلى الأستاذ معتز مرة أخرى. أستاذ معتز، يعني هل هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين هي تتخلى عن جذورها الدينية؟ يعني البعض يرى بأنه لا فرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل، بل إن الولايات المتحدة هي التي بيدها القرار، في إشارة على أن المتحكمين بالقرار بشأن هذه الحرب هم يهود، لذلك فالحرب هي يهودية بامتياز وحرب قومية من أجل تثبيت وترسيخ المشروع بمراحله الأخيرة. إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم، بشكل كبير صحيح، لكن نؤكد أن المشروع الصهيوني منذ قيامه هو مشروع استعماري، مشروع استعماري استخدم فيه الدين كأداة لإنشاء هذا الكيان، والمسألة اليهودية ومظلومية الشعب اليهودي وكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهي رواية عملة الرواية التوراتية، الرواية التوراتية اللي بتحض وبتأكد وبتحث وبتشجع على الإبادة الجماعية للأطفال والنساء. وهذا صرع نتنياهو، كان أحد التصريحات التي استخدمت محكمة العدل الدولية هو استحضار هذه الروايات التوراتية اللي بتدعو للإبادة الجماعية. أيضا المقطع التوراتي اللي دائما كان يذكره حتى شارون في مذكراته، السيف والتوراة والسيف والسلامة عن السماء، وهون نستذكر احنا خطة الدالت اللي تحدث عنها المؤرخ الإسرائيلي غير الصهيوني إيلان فافي في كتاب التطهير عن فلسطين، وكيف كان في أيديولوجية دينية متطرفة نتج عنها دير ياسين، دير ياسين اللي حكى عنها أيضا شارون في مذكراته، لولا دير ياسين لم تقم دولة إسرائيل. قامت دير ياسين على الإبادة الجماعية، المشروع الصهيوني كله قام على الإبادة الجماعية، وهو قتل الإنسان الفلسطيني وقتل الهوية الفلسطينية، إبادة ثقافية، إبادة بشرية، إبادة جغرافية، إبادة كاملة لكل ما هو فلسطيني. فإحنا اليوم اللي بنشوفه هو استمرار ل 75 سنة من الإبادة الجماعية. اليوم بفرق أنه كما صرح يعني
رئيس احد الدول امريكا اللاتينيه اتوقع رئيس كولومبيا او فنزويلا، واحد منهم قال اليوم لاول مره في اباده جماعيه على بث مباشر على الهواء مباشره. هذا الامر اللي بفرق، وايضا بكشف حقيقه هذا الكيان اللي كنا دائما كفلسطينيين نؤكد للغرب في روايتنا انه هذا الكيان قائم على فكره. هناك جرائم عظيمه وكبيره ترتكب ضد الفلسطينيين استاذ معتز، على المستوى على الصعيد الانساني، بغض النظر عن يعني لو لا نستطيع غض الطرف عن الاهداف السياسيه، ولكن ما يجري في غزه جرائم ضد الانسانيه تستخدم فيها حتى منع الغذاء، وتستخدم فيها حتى يعني تدمير البنى التحتيه للمياه والمجاري. هذا الامر يعني اذا لم يقتل الفلسطينيون في غزة بالجوع سيقتلهم المرض، يعني ألا يعد ذلك جريمة حرب؟ كيف طبعا هذا على لسان الأونروا وعلى لسان حتى أعضاء في لجان الأمم المتحدة هناك يتحدثون ويقولون أن أبناء غزة يخافون الموت جوعا أكثر من خوفهم من سقوط الصواريخ عليهم لتقتلهم. نعم صحيح، هي ليست جريمة حرب، هي أكثر من جريمة حرب، هي جريمة إبادة جماعية. التجويع هنا هو صور من صور الإبادة الجماعية في الإطار الجرم اللي بدأ من 7 أكتوبر، هي إحدى أدوات أو صور الإبادة الجماعية التي تقول دون بقاء أي مجموعة، وهي جماعة الشعب الفلسطيني كما عبرت عنها محكمة العدل الدولية، دون بقاء على الحياة. هذا بالإضافة إلى القصف، بالإضافة إلى التدمير، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى ضرب المستشفيات، ضرب البنى التحتية، كل هاي صور من صور الإبادة الجماعية. لكن الأكثر ممكن قتل بطيء كانت هو سياسة أو العقاب الجماعي بالتجويع، وهي في هذا الإطار هي إبادة جماعية، يعني لا نستطيع أن نوصفها فقط جريمة حرب، هي إبادة جماعية، استمرار لصور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وهذا أمر بات يعني لا يحتاج إلى اجتهاد أو اختلاف. اليوم إحنا منذ 26 يناير الماضي محكمة العدل الدولية وضعت الكيان الصهيوني رسميا في قفص الاتهام بارتكاب الإبادة الجماعية كمسؤولية دولة كاملة ومؤسسات وكيان سياسي كامل عن هذه الإبادة الجماعية. فبالتالي التجويع هنا هو الصورة الأبشع ربما تكون. طيب للإبادة الجماعية. طيب أستاذ معتز، عذرا سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذة إيمان السلاوي الصحفية الفلسطينية، تنضم معنا من جنين. أستاذة إيمان مرحبا بك، هلا أطلعتنا على آخر التطورات في الضفة الغربية، وهناك أنباء تتحدث عن عمليات يعني اقتحامات وكذلك اعتقالات لم تستثنى منها حتى النساء. نعم، بداية الرحمة للشهداء. على مدار اليوم، على مدار 24 ساعة هنالك اقتحامات في كل محافظات الضفة، سواء كانت في قرية أو مدينة أو بلدة. لا يقتصر الاقتحام على توقيت، أصبحت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر تكثف اقتحاماتها للقرى والبلدات. هنالك طرق مختلفة للانتهاكات وللتدمير وللإساءة للمواطنين وعدم احترام خصوصية المنازل والاقتحامات المتتالية. استشهد شاب في السيل الحرثية بطريقة بشعة، كان يعد طعامه، أعدت زوجته الطعام له، واقتحمت قوات خاصة المنزل وأطلقت وابلا من الرصاص عليه واعتقلته بعد الإساءة لزوجته وللشاب الشهيد رحمه الله من عائلة الشلبي أيضا، ويبلغ من العمر كان 39 عاما. وأخذت الشاب اعتقلته واستشهد، وأعلنت من خلال الارتباط بأنه استشهد. الاقتحامات في الضفة بشكل عام ومستمرة، أيضا في القدس الشريف هنالك. نحن ندخل اليوم على شهر فضيل ابتداء من اليوم أو غدا أو بعد غد حسب الهلال. شهر رمضان يمتاز بالعبادة في القدس أو المسجد الأقصى بشكل له خصوصية، أيضا الحرم الإبراهيمي في الخليل. وهنا
تعمل القوات الإسرائيلية والمستعربين المستعمرين باستمرار على أذية وانتهاك حقوق انتهاك حقوق المصلين، عدم احترام الخصوصية للعبادة، لا حتى للمسيحيين أيضا في القدس لا يوجد في هذه الأيام الفضيلة أي احترام لخصوصية هذا الشهر الفضيل، فما بالكم عندما تكون السياسة الحكومة هي سياسة يمينية متطرفة وصهيونية بدرجة لا تنظر للعرب سوى أنهم غير ساميين، سوى أنهم للقتل وتقرب إلى الله في دينهم المحرف. نعم نعم، ابقي معي أستاذ إيمان. يعني خلال ساعات سيحل رمضان، شهر رمضان الكريم الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية، وربما ستكون هناك يعني جرائم وفواجع باستمرار بسبب إصرار نتنياهو على عدم إيقاف الحرب والعدوان على الفلسطينيين على قطاع غزة. أنتقل للأستاذة رتيبة النتشة. أستاذة رتيبة، يعني معظم المحللين يعني يرون بأن نتنياهو مصر على الإمعان في القتل وارتكاب الجرائم من خلال الماكينة الحربية التي تقتل الفلسطينيين في غزة خلال الشهر الفضيل، خلال شهر رمضان. وكما هو معلوم هذا الشهر له قدسية عظيمة لدى الأمة الإسلامية. يا ترى الدول العربية الإسلامية، نتحدث عن الأنظمة الرسمية، يعني كيف ستكون ردود فعلها في هذا الشهر الفضيل عندما يرون عمليات القتل ضد الفلسطينيين، ضد الأطفال، النساء، ضد المدنيين بهذه الوحشية باستمرار؟ يعني أولا نأمل من الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين قدر الإمكان في هذا الشهر الفضيل. اعتدنا منذ 4 سنوات على إسرائيل تشيطن شهر رمضان وتصور أن شهر رمضان هو شهر العنف والعنف المستمر، ويقع الكثير من الضحايا في شهر رمضان نتيجة الاعتداءات المستمرة على المصلين والتضييقات المستمرة على المصلين، وهي تحاول منذ يعني أيام ومنذ أسابيع أن تجد قوانين جديدة وأن تقونن هذا العنف الممنهج والانتهاكات الممنهجة ضد المصلين. يعني أولا يعني نأمل أن يحقن الله دماء المسلمين وأن لا يكون هنالك المزيد من الضحايا في القدس. أعتقد بأن انفجار الأوضاع في القدس هو نقطة اللا عودة، سواء كانت في فلسطين التاريخية في كل أماكن تواجدها أو حتى في الضمير العربي الإسلامي، وأنا أتحدث طبعا عن الشعوب وليس عن الحكومات، ولكن أعتقد أن قوة الشعوب ممكن أن تشكل ضغطا على حكوماتها. ولذلك يعني نسمع بايدن بشكل مستمر يضغط على إسرائيل باتجاه هدنة لمدة 6 أسابيع حتى يتخطى شهر رمضان ويتخطى الانفجار الكبير في الدول العربية وفي الدول الإسلامية نتيجة ما يحدث واستمرار ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص إذا تحول الصراع إلى نقطة الحسم إلى منطقة القدس وإلى المسجد الأقصى المبارك. ونحن نعلم أيضا أن يعني يتزامن مع شهر رمضان أيضا الاحتفالات المسيحية في سبت القيامة، وهي أيضا احتفال مميز جدا في مدينة القدس، ويعبر عن هذا التعايش الإسلامي المسيحي الذي حاولت خلال السنوات الماضية أيضا سلطات الاحتلال قمعه وتقنينه، وأثار غضب الكثيرين حول العالم عندما حاولت الشرطة الإسرائيلية أيضا يعني إطفاء النار المقدسة الخارجة من القيامة في سبت النور. بمعنى إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعني يترك أي يعني مناسبة للتنغيص على الفلسطينيين ومحاولة يعني قمع تاريخهم وقمع طيب ديانهم. أستاذة رتيبة، هناك يعني كانت هناك أصوات تطالب بعقد هدنة قبيل شهر رمضان المبارك، ولكن ما هي الإجراءات الفاعلة التي ممكن أن تحقق شيئا على الأرض وتمنع استمرار ارتكاب الجرائم؟ ماذا على الدول أن تفعل؟ هل يتطلب ذلك موقفا من شعوب الدول العربية أم أنظمة الدول العربية التي أصبح الأمر ميؤوس منها
بعد مرور 5 أشهر على عمليات القتل وهم مثل رأس النعامة في الرمال؟ يعني أعتقد أن موضوع الهدنة هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، هي الوحيدة القادرة على إن أرادت فعلا طبعا، وأنا أعتقد حتى اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بوقف الحرب، لربما ستنتهز اليوم الأول من رمضان لفرض التهدئة التي تريد، وهي معنية بهذه التهدئة لجانبين، الجانب الأول متعلق أساسا في مصالحها في الشرق الأوسط وعدم رغبتها بتفجير الأوضاع في شهر رمضان، لأن شهر رمضان نحن نعلم التجمع في الصلوات بأعداد كبيرة جدا قد يشجع الناس للخروج للمزيد من المظاهرات وتهديد الأنظمة العربية. وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي بحاجة لهذه الهدنة حتى تساعد إسرائيل على النزول عن الشجرة قليلا وترتيب صفوفها بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها على الجانب العسكري، والآن يعني لديهم مشكلة تجنيد المتدينين اليهود وكل هذه الأمور. بمعنى أعتقد أنا برغم أنه المفاوضات يعني للوصول إلى هدنة متعطلة جدا نتيجة تباعد جدا في وجهات النظر والآراء ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد الإمعان في هذه العمليات العسكرية وما بين المقاومة الفلسطينية التي تريد المحافظة على الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية والحق الفلسطيني، ولكن أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض الهدنة في شهر رمضان لتمشية مصالحها ولتمرير صفقات. هل تتوقعين ذلك في بداية الشهر؟ لا يكون هنالك ضغط على الحكومات العربية للتنازل عن صفقات التطبيع واتفاقيات السلام مع إسرائيل إذا تفجر الوضع في شهر رمضان. وبالتالي أنا يعني بالنسبة للدول العربية نحن رأينا اجتماع البرلمانيين العرب يعني أمس في الأردن والاختلاف على بند بسيط جدا في البيان متعلق في منع التطبيع العربي، ورأينا أيضا يعني القمم العربية واجتماعات جامعة الدول العربية التي لم تخرج بمحاولة معاقبة إسرائيل أو فرض عقوبات على إسرائيل حتى أو حتى عزلها دبلوماسيا وسياسيا، وهي تقع في قلب الوطن العربي وفي قلب يعني الشرق الأوسط، والدول العربية بعزل إسرائيل قادرة على خلق عزلة عالمية لإسرائيل، ولكن يعني الدول العربية حتى اللحظة تخاف من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وبالتالي التعويل على أي هدنة أو تغيير في الوضع في رمضان هو فقط في يد الولايات المتحدة الأمريكية بالأمر الواقع، والتي تحمي وقف إطلاق النار بالفيتو الأمريكي لثلاث مرات متتالية في مجلس الأمن. نعم، إذن لو سمحت يبقى معنا أستاذ رتيبة نتشا، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أستاذ معتز، بالعودة إليكم، يعني عندما يعني كل عام وأنتم بخير، شهر رمضان الفضيل على اقتراب في الساعات القادمة، وجميع المشاهدين بخير، ونسأل الله أن يحقن الدماء وتتوقف الحرب وتتوقف الجرائم التي ترتكب ضد أبناء شعبنا المسلم في غزة. نتساءل عن ما جرى في محكمة العدل الدولية، هناك فترة تقييم، يعني ماذا بشأنها؟ هل كانت محكمة لا جدوى منها؟ هل كانت محكمة نظرية؟ هل هذه الفترة، فترة التقييم، تستطيع فيها اتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكب في غزة؟ ماذا بشأن هذه الفترة، فترة التقييم؟ نعم، إذا محكمة العدل الدولية كانت خيار بعيد المنال ولجأت إلى جنوب إفريقيا لأنه كان في طريق أخطر كثيراً، كان هو محكمة الجنايات الدولية، كان مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تحل الملف، لكن نحن نعرف موقف السلطة الفلسطينية كيف بتحاول تسيس هذا الملف في ضوء الإملاءات الأمريكية، يعني هذا واضح أن الإملاءات الأمريكية بعدم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، فكان لابد من طريق فذهب جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وكان المفروض من 36 دولة عربية وإسلامية موقعين على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 17 دولة عربية و17 دولة إسلامية، كان المفروض ينضموا في قدموا طلبات تدخل مع جنوب إفريقيا، لكن أي منها لم يفعل باستثناء نيكاراغوا التي تدخلت. كل ذلك بأكد أنه لا يوجد إرادة سياسية عند الدول العربية بمحاكمة وملاحقة مجرمي الحرب. أكثر من ذلك، عندنا 153 دولة موقعين على اتفاقية منع جريمة الإبادة والجماعية والمعاقبة عليها، لم تتدخل أي منها. كل هذا بترك المحكمة، قدمت المحكمة بالطبع قرار مهم جدا وقرار تاريخي، لكن أنا بشبهه تماما أن المحكمة قدمت الشعب الفلسطيني الضمآن للعدالة والحرية، قدمت له كأس
ما مصنوع من الذهب ولكنه بالأمان، كان واجب على المحكمة بإطار قانوني وهذا رأيي أن تذهب باتخاذ تدبير مؤقت تحفظ نحو وقف العمليات العسكرية لأنها الركن المادي للإبادة الجماعية. لكن كل ما جرى هو مهم جدا وأساسي. المهلة شهر انقضت وقدمت قدم الكيان الصهيوني تقرير للمحكمة. ننتظر ملاحظات دولة جنوب أفريقيا. دولة جنوب أفريقيا خلال الفترة الماضية قدمت طلبين آخرهم قبل أيام، طلب للمحكمة باتخاذ تدابير إضافية تحفظية إضافية تماما كما طلبتها جنوب أفريقيا وأكثر وضوحا، حتى تستطيع جنوب أفريقيا أن تذهب إلى مجلس الأمن لأنه يكون المعيار واضح وقت العمليات العسكرية أو السماح بعودة النازحين. لكن هذا المسار مهم جدا وله ما بعده، لكنه في الوقت اللحظي وفي الآن لا يوجد له إجراء أو لا يوجد له قوة تنفيذية حتى توقف الحرب. هذا هو المشكلة الرئيسية، ليس بسبب غياب إرادة المجتمع الدولي فقط أو الهيئة الأمريكية، يوجد غياب للإرادة العربية، على العكس يوجد إرادة عربية، وأنا أمثل نفسي في هذا الأمر، يوجد قرار سياسي عربي بالقضاء على حماس مهما كان الثمن، وهذا كتبه دينيس روسف في مقاله في نيويورك تايمز 29 أكتوبر الماضي، وأيضا صرح فيه باليمين 3 مرات في مؤتمرات صحفية أن الحكام العرب في بعض الدول تطلب منه القضاء على حماس مهما كانت التكلفه، وايضا رايناه في سلوكيات بعض الدول العربيه في الجمعيه العامه وفي مجلس الامن، هذا امر واضح. فاذا الدول العربيه يوجد لديها قرار سياسي بالقضاء على حماس مهما كانت التكلفه حتى لو كانت الاباده الجمعيه، والا تستطيع الدول العربيه ان تخالف نتنياهو عندما قال لهم اصمتوا بعد بيان القمه العربيه الاسلاميه، خرج في مؤتمر صحفي وقال على الحكام العرب ان يصمتوا وفعلا التزموا الصمت. الاراده العربيه غائبه وبالتالي لا يوجد رادع للكيان الصهيوني ولنتنياهو من استمرار الاباده الجماعيه. نعم، قمعي لو سمحت استاذ معتز، اعود الى سيدة ايمان السلاوي. سيدة ايمان، هناك ازدواجيه امريكيه يرى البعض عندما وصفت الولايات المتحده ان اجتياح رفح بالنسبه لنتنياهو خط احمر، يعود المسؤولون الصهيونيون الاسرائيليون يتحدثون عن ان الرئيس الامريكي هو يؤيد اجتياح رفح. ما هو التفسير لهذه الازدواجية الأمريكية؟ نعم، الرئيس الأمريكي بايدن عندما حضر في بداية الحرب لزيارة دولة الاحتلال قال أنا يهودي، أي أنه هنا أنا متضامن معكم. نعم، 7 من أكتوبر يجب أن يتم كل من فكر أن يؤيد ما حدث في 7 أكتوبر سوف يباد كما يحدث الآن. الآن في نفس الوقت بايدن يفكر أيضا في نفس الوقت بمصالحه، مصالحه مع الدول العربية اللي هي خاصة يعني الخليج، هذه مخالفة لما يحدث في غزة. بايدن عندما يريد أن كقوة عظمى عالمية أمريكا وطفلتها المدللة إسرائيل، عندما يقول لكم يا عرب إياكم أن تفكروا تفكيرا بتكرار أو تأييد ما حدث في 7 أكتوبر سوف نقضي عليكم، وهو يعمل بكل ما أوتي من قوة للقضاء على المقاومة، وهو يعتقد أن المقاومة الآن تركيزها في رفح ويجب أن يقضي عليها، وبنفس الوقت يقول للعرب لا نريد من نتنياهو أن يقتل أيضا 30,000 أخرى، شهيد آخر، ضحية أخرى في رفح حتى لا تتكرر. طبعا مصالحه مع العرب، يعني يتحدث مع العرب بأسلوبهم ويتحدث مع إسرائيل بأسلوبها، وفي كل الحالات هو المستفيد. إسرائيل هي طفلته المدللة، أمريكا طفلته المدللة إسرائيل. نحن عندما يعني من يرى إسرائيل فهي جزء من أوروبا أو أجمل من حيث التطور، ويريد أن يجعلها تتسع وليس يتم تضييق والخناق عليها. وبالتالي ما يحدث ما يقوم به من ممر مائي وما إلى ذلك نسأل الله أن لا يتم، لأنه له تبعيات كثيرا سيئة لشعبنا الفلسطيني، وإن شاء الله طيب. سادة إيمان، يعني الأونروا وغيرها من المنظمات نعم. كالصحة الدولية تتحدث عن جرائم الاحتلال ضد المدنيين نعم. حتى ضد موظفي الأونروا، يعني شملوهم أيضا بهذه الاعتداءات، ولكن لماذا لا تتقدم هذه المنظمات وكذلك الطواقم الطبية
بشكوى ضد الاحتلال، شكوى إلى أو دعاوى قضائية ضد الاحتلال من أجل أخذ حقهم؟ يعني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقدم ما يقارب 5,900,000. عندما نقول أن تقوم هذه الوكالة برفع قضايا فإنها يجب أن تكون هي خدماتية، هي خدماتية إنسانية، ومن يعمل بها الدول العظمى. يعني احنا بنحكي عن أوروبا أكثر من دولة، نحكي عن أمريكا، هم القيادة رأس الهرم في الوكالة، في هذه الوكالة، وهم من المجموعات الإنسانية التي تختص بالمجال الإنساني. بإمكانها رفع قضايا على إسرائيل، خاصة ما يحدث من إبادة، وخاصة ما يحدث بقتل في مدارس الأونروا نفسها، في مدارس وكالة نفسها، لهذا الشعب الفلسطيني الذي يباد في مدارسها، في مقرات أماكن تواجدهم. المفروض إنها تقدم أو ترفع قضية كما تفعل إفريقيا، ولكن تبقى المسيطر الرئيسي ورأس الهرم في هذه الوكالة هي الدول التي تريد بين قوسين تخلص من العرب. نعم، أبقى معي أستاذ أيمان السلاوي. على ما يبدو أنه حتى القانون الدولي وحتى المحاكم، محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية، لم تستطع أن تقدم شيئا على الواقع يضع حدا لأنهار الدم التي تسيل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبإسناد دعم ودعم قوي أمريكي. سادة رتيبة النتشي، أعود إليك مرة أخرى. عندما تتحدث وسائل الإعلام أو يعني حتى المعطيات على الأرض الآن خلال هذه المرحلة، يعني مثلا وول ستريت جورنال تقول إن حماس متمسكة بمطالبها، وكذلك نتنياهو أيضا أعطى مساحة محدودة للمناورة، من خلال المعطيات الحالية أستاذة رتيبة، هل هذا يعني أنه لا توجد على المدى القريب آمال بهدنة لوقف إطلاق النار؟ يعني اولا نحن نامل ان نصل الى يعني وقف اطلاق نار، وليس فقط هدنه، وانما وقف اطلاق، وقف للعمليات العسكريه وحرب الاباده على شعبنا بشكل كامل. انا يعني اعلم ان نيه نتنياهو منذ البدايه ان يستمر لاشهر في هذه الحرب، وان يحاول الضغط باتجاه توسيع هذه الحرب لحرب اقليميه، ولربما هو يريد استغلال شهر رمضان من اجل تحقيق غاياته في نقل هذه الحرب، حرب على شعبنا في قطاع غزة، إلى حرب إقليمية، وتوسيع هذه الحرب أيضا في القدس والضفة الغربية. وبالتالي هو يتعنت في فرض شروط تبدو يعني غير منطقية وغير معقولة، ومع كلمة هدنة أو تهدئة، فكيف لنا أن نتحدث عن هدنة أو وقف إطلاق نار وهو يرفض الانسحاب من المربعات السكنية؟ كيف نتحدث عن إيصال المساعدات الإنسانية وما زالت قوات الاحتلال تقطع يعني الطرق وتقطع يعني قطاع غزة إلى مربعات أمنية؟ كيف نتحدث عن إغاثة إنسانية ونحن نتحدث عن نزوح 90% من سكان قطاع غزة إلى محافظة، ونحن نتحدث يعني عن محافظة رفح الذي عدد سكانها بالأصل 250,000، اليوم يوجد فيها 1.5 مليون نازح غزاوي، بمعنى أنه 6 أضعاف ما تستطيع تحمله رفح من يعني سكان، وبناها التحتية تحمله من سكان، ونحن نعلم أنه حتى محافظة رفح لا يوجد فيها مستشفى رئيسي. بالتالي أنت تتحدث عن هدنة 45 يوم تقديم مساعدات إنسانية ومساعدات طبية في وقت أنه طبيعة الظروف على الأرض الذي يريد أن يفرضها الاحتلال تجعل من عملية الإغاثة مستحيلة، تجعل من عملية وصول المساعدات الإنسانية
مستحيلة بشكل أساسي، وبالتالي هذه هدنة وهمية لا يمكن تحقيقها دون توفير الحد الأدنى من الشروط الإنسانية التي تجعلها فاعلة. وهذه هي مطالب المقاومة الفلسطينية بشكل أساسي، أن تجعل هذه الهدنة ذات معنى لتقديم الوضع الإنساني، وبالتالي هي تطالب بأمور أساسية لتأمين وصول المساعدات الإنسانية بانسحاب الجيش الإسرائيلي ومن المربعات السكنية، وبالتعهد بأن يكون هنالك مراحل أخرى. بمعنى، ما الفائدة من هدنة 45 يوم ثم إعادة اجتياح رفح بعد انتهاء 45 يوم؟ استعادة ترتيب صفوف الجيش الإسرائيلي وعودته بقوة أكبر، ونحن شهدنا في حرب 2014 عندما دخلنا في هدنة كانت النتيجة بعد انتهاء الهدنة قصف أعمق وأقوى للمناطق الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة، وتمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة ترتيب صفوفه وجمع المزيد من المعلومات الميدانية. نحن نكون من الغباء أن نعيد نفس الكرة مرة أخرى وأن نقبل بهدنة طويلة تقوم فيها جيش الاحتلال بترتيب صفوفه وجمع معلومات استخباراتية، ونحن نعلم اليوم أن قوات المستعربين قد دخلت فعلا إلى قطاع غزة وتتغلغل بين النازحين. ونحن عندما نتحدث عن هذا العدد الكبير والاكتظاظ من النازحين، ناس لا يعرفون بعضهم البعض، قادمين من مناطق مختلفة، وبالتالي التغلغل بينهم سيكون سهل جدا. طبعا يعني نية نتنياهو مبيتة منذ بداية هذه الحرب، وتحدث عن حرب تستمر 6 أشهر أو أكثر من ذلك، تحدث في خطاب آخر أن هذه الحرب ستستمر حتى عام 2025، وبالتالي النية مبيتة لدى إسرائيل وبشكل واضح بأنها تريد الاستمرار بهذه الحرب. ما تريده المقاومة الفلسطينية هي أن تبقى لديها أوراق ضغط لضمان وقف هذه حرب الإبادة عن شعبنا الفلسطيني، ووقف استنزاف يعني أرواح الفلسطينيين وتهجيرهم إلى خارج قطاع غزة، وتنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بتهجير قطاع غزة من أجل السيطرة على أبار الغاز الموجودة في البحر الأبيض قبالة شواطئ غزة من جهة، وتأمين قناة ما سموها يعني قناة الممر الهندي الخليجي أو قناة بن غوريون التي ستصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط وتخلق بديلا لقناة السويس من جهة، وحتى تقطع الطريق على الصين والدول الأخرى في ممر الحرير أو طريق الحرير أو المشاريع الاقتصادية الأخرى في الشرق الأوسط. بمعنى النية مبيتة لدى نتنياهو واضح جدا. نحن نعلم عقلية بنيامين نتنياهو الذي يرى نفسه ملك من ملوك إسرائيل، ويرى أن على يده يجب تنفيذ الرؤية الإسرائيلية بتهجير ما تبقى من فلسطينيين وتصحيح، يعني وهو تحدث كثيرا عن هذا الموضوع، تصحيح ما لم يكمله بن غوريون بالقضاء على الفلسطينيين. ونحن نعلم أن قطاع غزة 75% من السكان هم من اللاجئين الذين لجأوا من مناطق المحتلة في 48، يعني وبالتالي وجودهم هو خطر بالنسبة يعني رؤية إسرائيل وبالنسبة لبنيامين نتنياهو. نعم، شكرا سيدة رتيبة نتشا. على ما يبدو أن الصوت غير واضح، ربما انقطع بسبب خلل من المصدر. إذن نشاهد سويا مشاهدينا الكرام أو نكمل التغطية بعد فاصل قصير.
إذن بالعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام لهذه التغطية التي نصدت فيها الضوء على استمرار الاعتداءات والانتهاكات وعمليات القتل الجماعي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين المدنيين في غزة. وأعود إليك السيد معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، هل تتوقع من وجهة نظرك أن يزداد الموقف الأوروبي صلابة ليكون يعني ربما مجبرا لجميع الأطراف على هدنة خلال شهر رمضان على الأقل نتحدث على المدى المنظور؟ نعم، إذا كنا نتكلم عن موقف الأوروبي الرسمي أستبعد موقف الأوروبي الرسمي، يحتاج إلى وقت كاتحاد أوروبي، لكن بعض الدول ممكن نرى تقدم في موقفها، دول مثل إسبانيا، بلجيكا، إيرلندا، حتى ممكن دول مثل بريطانيا نشوف فيها بعض التطور خلال الفترة القادمة، فرنسا ممكن، لكن كقرار من الاتحاد الأوروبي، قرار واضح ضد الكيان الصهيوني او موضوع فرض عقوبات عليه هذا امر مستبعد، لكن سنرى بلا شك سنرى زياده في الاحتجاجات في الراي العام الخارجي، خاصه في بعض العواصم الاوروبيه اللي بدات فعلا بشكل ضغط كبير على القاده والانظمه السياسيه في اوروبا، ايضا على الولايات المتحده الامريكيه داخل الولايات المتحده الامريكيه ومجموعه كلها بشكل ضغط على الحكومة أو على دولة الكيان الصهيوني، ممكن باستثناء بنيامين نتنياهو. نتنياهو ماضي في هذه الحرب مهما كانت الضغوط، وهو بعتبر نفسه فعلا أحد ملوك إسرائيل، وبعتبر نفسه أفضل من بن-غوريون، أنه لا يرضخ دائما في كل معظم مؤتمرات الصحفية بفاخر الجمهور الإسرائيلي بأنه أنا لا أرضخ للضغوط الأمريكية والضغوط الغربية، ودائما يؤكد أنه تعرض لضغوط كبيرة جدا خلال خمس شهور الماضية، لكن هو مستمر في حرب الإبادة الجماعية، وبالتالي موقف الأوروبي منوط بموقف الشعوب الأوروبية، ومنوط أيضا بمدى يعني تجاوب الكيان الصهيوني مع هذه الضغوط. نعم أستاذ معتز، انتقل السادة إيمان السيلاوي، لو تحدثت لنا يعني هذا الممر البحري أو الرصيف البحري المزمع إنشاؤه، هناك الكثير من السخرية ضد هذا الممر، كثير من المراقبين وصفوا ذلك بأن وراءه تقف أهداف مريبة، ماذا يعني هذا الرصيف البحري أو المرفأ المؤقت خلال هذه المرحلة، وخصوصا بعدما تحدثت أو ما تحدثت به الأستاذ رتيبة قبل قليل من أن هناك نية مبيتة لإنجاز مشاريع كان مخططا لها قبل السابع، يعني قبل طوفان الأقصى؟ نعم، غزة بداية هي مساحتها ليست يعني بالكبيرة، مساحتها ضيقة، تطوف على غاز الأرض التي تحتها، بحر من الغاز الطبيعي الذي يخدم العالم، وبالتالي تعمل أمريكا وإسرائيل على السيطرة على أراضي غزة لسرقة، إذا مشروع اقتصادي قديم لسرقة الغاز الطبيعي لخدمة مواطنيهم في أوروبا وغيرها، فبالتالي هذا جانب. الممر المائي له مخاطر كالهجرة، هجرة الشباب، أحد فروع لمن تابع الإعلام العبري يقول أنه يسمح للشباب بالهجرة حتى لو لم يكن معه هوية، فتح مجال الهجرة، بعضهم تحليلهم العبريين الانتقال إلى قبرص ثم إلى أي بلد في العالم حتى لو لم يكن لديه هوية، هذا واحد. إذن بأي طريقة يريدون تهجير وتفريغ الغزة من سكانها الحقيقيين الأصليين المتأصلين المتجذرين، هذا خطر، جانب خطر. أيضا الإغراء الآخر هو السيطرة على سياسة المنطقة، تغيير سياسي للوطن العربي أو منطقة الشرق الأوسط بالسيطرة، عندما نقول إسرائيل ستسيطر على أرض غزة، بالتالي هي لا ترى
حقوق السلطة أو طيب. حقوق العربية في هذه الأرض، كذلك سرقة مشروع اقتصادي لسرقة الغاز. شكرا أستاذة إيمان، شكرا لك. في دقيقة واحدة أستاذة رتيبة النتشة، يعني تحدثت عن أن هناك أهدافا استراتيجية ربما كان مخططا لها من قبل الاحتلال الصهيوني، وقد إلى أي مدى ترين أنها قد أنجزت أو تحققت خلال هذه المرحلة؟ ونحن طبعا نتحدث ربما عن ثمة ربط بينها وبين هذا الرصيف أو المرفأ المؤقت الذي يتم الحديث عنه. يعني أولا الأهداف الاستراتيجية هي منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، نحن كشعب فلسطيني يعني لم نخضع يوما لمثل هذه المخططات، ودائما آمنا بحقنا الفلسطيني وفي حقوقنا في ثرواتنا الطبيعية وفي الاستمرار على أرضنا التي خلقنا عليها وسنموت عليها إن لزم الأمر دفاعا عن هذه الأرض. وبالتالي دائما صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري كان حاجزا ضد تحقيق هذه الغايات الاستعمارية ويعني الصهيونية الأمريكية في فلسطين. يعني الميناء المنوي يعني إقامته كقاعدة عسكرية مائية عائمة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحدثوا عن أكثر من 1000 جندي من النخبة الأمريكية ستقوم بحراسة هذا الممر المائي أو هذا الميناء العائم أو الرصيف التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به، حتى يكون لديها نقطة تحكم أولا في البحر الأبيض المتوسط جديدة، وهذه نقطة التحكم قادرة على كشف والاستخبار وعمليات استخباراتية أيضا في البحر الأحمر وحماية قناة بن غوريون التي تحدثنا عنها. منذ بداية الحرب قبل 5 شهور، في بداية هذه الحرب جاءت بارجتين أمريكتين من شركات استخراج الغاز الطبيعي وأصبحت موجودة في البحر الأبيض المتوسط، هذا دلالة أساسية على أيضا نية المشروع بالمحاولة الاستيلاء على أبار الغاز الموجودة قبالة شاطئ غزة، خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية ونقص إمدادات الغاز في المنطقة. وأيضا يعني تزامن الموضوع على محاولة المفاوضات على أبار الغاز. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ رتيبة نتشة، فقدنا الاتصال أيضا بك. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه التغطية. كنت معنا من القدس، عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس أستاذ رتيبة نتشة. أيضا أشكر الشكر الجزيل أستاذ معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عبر سكايب من قطر، شكرا جزيلا لك أستاذ معتز. وأيضا شكرا جزيلا أستاذ إيمان السلاوي الصحفية الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من جنين. إلى تغطيات أخرى مشاهدينا الكرام، في أمان الله.